إطار التعاون القائم بين البلاد والدول الصديقة في مجالات التعاون المختلفة، فقد وقعت وزيرة النوع والتضامن الوطني أمينة براسيل لانجو وسفير المملكة العربية السعودية عمار الشهري على اتفاقية شراكة في مجال التعاون المشترك بين البلدين. وعلى ضوء هذه الاتفاقية، فقد قدم السفير كمية من المساعدات الإنسانية للوزارة محملة بالمواد الغذائية. تأتي هذه الحملة دعما للجهود الإنسانية في جمهورية تشاد الشقيقة، خصوصا وأنها تأتي تزامنا مع موسم الأمطار والفيضانات. إن المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي على مستوى العالم، وأؤكد لكم أن هذا الدعم سيتواصل للأشقاء في جمهورية تشاد. وزيرة النوع والتضامن الوطني أعربت عن فرحتها بهذه البادرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية عبر سفارتها لدى البلاد. شكرا عشان وقفتوا معنا وتجور، عشان كان نادم أن تيتلوا أكل يأكلوا خلاص يكمل، لكن نادم كان ألمت على بطن زيادة يمشي سي. تجدر الإشارة إلى أن وزيرة النوع والتضامن الوطني أكدت بأن هذه المساعدات ستصل إلى مستحقيها.